متابعي قناة منى، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد، وكنتمنى دائما تكونوا كلكم بخير وعلى خير تحت طلبكم. اليوم ان شاء الله فيديو عند خويا ابراهيم في المحل ديالو ابراهيم شوب اللي كاين في قصرية الزموري شارع عبد المؤمن درب غلة في مدينة الدار البيضاء. المحل اللي كيبيع نورمالمون لي ساك، ولكن بمناسبة الدخول المدرسي اللي ما بقى ليه والو، وبزاف ديال العائلات دابا كيكون اقبال انهم يشريو لوليداتهم شكرات ديال المدرسة او لي كارطابل. فاليوم ان شاء الله غتكون واحد لا فيديو وديرها لكم خويا ابراهيم، جايب لكم فيها جميع الاشكال اللي كنقولوا حنايا الرائجه دابا اللي كاينه دابا في السوق اللي غيبغيوها وليداتكم، تقريبا من سي بي ولا من لاكريش حتى الباك. ياك فوالا، وبنيتات ووليدات. واللي عجبني ايضا لي بيدجي، يعني عنده جميع لي بيدجي على حسب الجوده، يعني كل جوده والثمن ديالها. هنا البنات غادي نوريكم غير هكا، نوريكم راه كاين لو شوا كثير تبارك الله. انا نقول لكم اللي حمقاتني صراحه، عجبني هذا الطقم هذا اللي كيجي هذا لو ساك ولا تروس ديالو، وهاد لو ساك ديالو هذا عجبني بالنسبه للبنوتات، واعر وكاين مفاجات كثيره. وبيان سيغ سنرحب بعدا خويا ابراهيم. بخير امور هانيه، الله يلاه بخير، بارك الله فيك، الله يحفظك انت بخير، وشكرا على هاد لا فيديو هذه. الله يبارك فيك، ترحب بك الجنه، الله يحفظك ليا. فوالا اليوم ان شاء الله قلنا واحد لا فيديو غتكون خاصه بالدخول المدرسي. تمام، وشكرا لك. انا كنبغي نشكرك لان هاد لا فيديو طلبوه بزاف ديال السيدات. مرحبا، انا كنت غنمشي نصور لهم صراحه في بلاصه اخرى، ولكن ما بغيتش نمشي كي الاثمنه غاليين. عرفتي ملي قال لي اخويا ابراهيم انا اللي غنجيب لي كارطابل فرحت صراحه، حيت انا عارفك كتحس بالناس وغتجيب لهم حاجه زوينه وبثمن مناسب. حتى الناس ملي جيت لقيته كيشوف، فاش لقيت كتشوف لي والله الا لقيتو كيشوف هذوك لي بون كيشوف فيهم، وقال لي شوفي دابا الشقير بشحال خديتهم ديك المره، اول مره فاش مشيت قداهم وبشحال خداهم هاد المره. قلت لي تقريبا في كل بياسه تزادت 20 30 درهم والله العظيم. الا كيوريني قال لي حاجه اسبوع قال لي خديتها مثلا ب 120 درهم مثلا جمله، ولا ب 230 درهم جمله. ملي مشى ياخذ نفس لارتيكل الاسبوع اللي من مورا لقى زادت 20 30 درهم في لارتيكل جمله، كنهضروا على الجمله. ف هادشي العام قليله صراحه، كاين قلتي لي حتى على حساب الديوانه كانت شويه صعيبه. كاين اللي خلصت فيه الزباله ديال الفلوس فوالا، هذاك الشيء اللي كاين. المهم غيحاول ان شاء الله خويا ابراهيم يدير لكم اثمنه زوينه، واللي عجبني جاب لكم الاشكال والالوان. داك الشيء اللي كاين فوالا، تبارك الله عليك. يلاه غنبداو لا فيديو ديالنا. خويا ابراهيم راه كيدير الارسال في كازو في جميع مدن المغرب، يعني الناس اللي كيتفرجوا فينا في المدن وعندهم هذا المشكل ديال لي كارطابل، عندهم ارتفاع ديال الاثمنه، تفرجوا في هذه لا فيديو هذه. انا متاكده غتعجبكم شحال من حاجه لوليداتكم، وغيعجبكم حتى الثمن، واللي بغيتوها غتوصلكم حتى لعندكم سواء في كازا او في اي مدينه في المغرب. نبداو على بركه الله خويا ابراهيم. فوالا غادي نبداو بهذه السلعه هذه اللي هي علاش داير الفيلم كامل. جيت لقيت خويا ابراهيم شد البنات ديالها. يلا نبداو على بركه الله خويا ابراهيم. فوالا الرقم ديال استقبال الطلبات غتلقاوه على الشاشه، والناس اللي بغاو يجيو عند خويا ابراهيم مره اخرى راه كاين في قصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه الدار البيضاء، كيسدو فقط غير نهار الجمعه، يعني غير الجمعه اللي ما كيكون. ما بغيتوش تجيو للمحل، راه لي ليفغيزون نورمالمون كاينه في كازا وفي جميع مدن المغرب. نبداو ب نبداو بالوليدات الصغار. فوالا نبداو بهذا لو موديل هذا. مرحبا، غتشوفوا معايا لي موديل اللي كيبغي هذا الشيء امبريمي وفيه لي مونيكوس كاين، اللي كيبغي السامبل كاين. نبداو بهذا، شوفوا معايا ديال باتمان، هاد ديزاين هذا اللي كيجي بحال 3 دي. فيهم كاع اللوينات فهمتي، فيهم اللوانات ديال البنات وفيهم اللوينات ديال الوليدات. فوالا هادي كتجي جوج ديال لي بارتي هنايا، فيها جوج بليصات من هنا ومن هنا. فوالا شوف الداخل ديالها، ها انتوما نقي اختي منى، راه كاين واحد النار ماشي بحالها. تبارك الله عليك، لا تبارك. انا شوف خويا ابراهيم انت ما شاء الله عليك، زعما يعني كتقلب السلعه ما كتجيبش اي حاجه، وكتحاول انك دير ثمن زوين. شوفوا وفيها هنا وفيها هنا، يعني فيها اربعه، فيها اربعه فيها هنايا. فوالا وعاد فيها هاد البليصه هادي بحال بتي تخوس هنايا، شفتوا هاي فوالا السلعه قدامكم باقا جديده. اه جيب ثالث هذا، انا صحابو تخوز. ها هو انتما، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، عاد هذا هو الصغير تبارك الله عليك. وهذه راه فيها اللوينات ياك، فيها اللوينات ديالها. هادشي الى بالي ليك راه كي راه بحالها تقريبا. فوالا واش اللي الفوق ديال سبايدر مان؟ اييه راه ديال سبايدر مان، فيها داك الشكل ديال سبايدر مان، فيها الشكل ديال يونيكورن، فيها ديال فروزن. ها انتما هادي فولا جو بونس، لا ما عرفتش. المهم هاد لي ديسان زانيمي اللي كيعرفهم الدراري الصغار كيتفرجوا في الرسوم، راه هما اللي كيعرفوا. فوالا
يعني هاد لا فيديو تفرجي فيها انت وبنتك ولا انت وولدك ويختار، هو اللي يختار الكارطابل ديالو. ها هي ديال سبايدر مان فوالا، وعلى حساب السن ديال كل طفل. ما عرفتش شنو سميتها انت فوالا، نقولوا حنا ديال لي برينسيس فوالا. شفتي هذوك اللوانات فوالا اللي شفنا الفوق، ها هما. المهم اللي بغات شي حاجه ديال الدعسوقه حتى هي كاينه، وديال فروزن حتى هي كاينه. اللي بغات شي ولا غنصور ليه ما كاين حتى شي مشكل. فوالا الرقم ديالو راه كاين على الشاشه. ها بالنسبه لهادو الثمن ديالهم شحال؟ هادو هاد الثمن ديال اختي منى 160 درهم. 160 درهم، راه شفتوا معايا الشكل ديالها، راه وراه لكم يعني نفس 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 التفاصيل كاينين فيهم كاملين. 160 درهم. فوالا ننتقلوا للموديل الثاني. مرحبا. هذا جاني وليدات وليدات كثر، ولكن فيه حتى ديال البنوتات، هو هذا ياك؟ كاين كاين اللون ديال كاين اللون ديال البنات. فوالا نحلوا هذا الموديل، هذا عجبني بحال ستيل ميليتير. كاين عندي محلول؟ كاين محلول؟ اه راه هو ها انتوما شوفوا. ثلاثة الألوان. شوفوا، كاين فيه هذا لو ستيل هكا ميليتير، كيجي في الكاكي ولو جون موطارد والنواغ، وكاين فيه هذا اللي كيجي فيه النواغ والكغي وشوية ديال البيض. ها انتوما فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هذا ديال الجياب، وشوفوا كيفاش كيجي من اللور حتى هاد البلاصة على حساب الظهر. يعني صراحة كاليتي زوينة، وآرا ما يهز الكتوبة سيغتو اللي الوليدات اللي كيبقاو ما بين 12 جوج في المدرسة. فوالا بالنسبة للثمن ديالو هذا. هادي راه فيها اللون ديال البنات. فوالا زوينة هاديك لاكولوغ بالنسبة للبنوتات. وبالنسبة اللي كيبغي داك السويك السويك الصغير ديال الماكلة اللي كيمشي كاين؟ هما غنجيبهم. غتجيبهم فوالا. ما لقيتهم، المهم راه غيكونوا تما متوفرين. ها هو البنات ديال البنوتات، يعني ثلاثة ديال اللوينات، ديروا لي كابتور ديكخون وتواصلوا مع خويا إبراهيم. وبالنسبة للثمن شحال كتبقى هادي؟ هادي 270. 270 درهم، كيف قلت لكم على حساب الجودة ديال كل كارطابل، وراه داير لكم أثمنة زوينة. هادي براسها ولا شي لقيتها تتعب فيها، راه هادي اللي شفتها في ياك في البون. والله حتى 20 درهم أختي تزادت عليه. في أسبوع. أي. في أسبوع، يعني جابها المرة الأولى وتباعت، وملي بغى يجيبها المرة الثانية لقى تزادت فيها 20 درهم جملة. راه دوزناها في الفيديو اللي قبل. 270 درهم. فوالا دابا تزادت عليه 20 درهم 270 درهم. يلا والله الا تبارك الله على خويا ابراهيم، راه قلت لكم كيدير اثمنه زوينه بزاف بزاف بزاف. كاين ثاني هذا لو موديل كيش نفس الزواقه، ولكن بان لي فيه واحد لو ديت رويض. هادي حتى الاخر نخليوها هي الاخرى، خطيره زوينه عجبتني. ها هي ديال البنوتات ديالهم، ونخليوها هي الاخرى. بحال حنا طالعين على حساب لي بخي، ومازال كاين مقل قلتي كاين ابتداء من 100 درهم. كاينه من 100 درهم، كاين الروايض وكاين بلا روايض. كاين اللي كيبغي الروايض كاين اللي ما كيبغيش الروايض. المهم هادو خليهم حتى الاخر. اها هادو هما، هادو كلهم تقريبا ديال الروايض. شفتو يمكن هادي اللي غنشوف. هادي حتى هي، هادي هادي حتى هي كاينه في الصغير. هي هادي فوالا تقريبا، كاين فيها باتمان كاين فيها سبايدر مان. ها هي يمكن حتى هي غتكون بحال الاولى في الثمن. لا شحال؟ ماشي بحال بحال، هذه كواليتي زايده شويه. بصح انا شفتي السنسكه ديالها راه ماشي بحال. لا ماشي بحال، انا على حساب الديزاين. شوفوا الظهر كيفاش كيجي داير. هذيك ما فيهاش البونج. فوالا غير السنس الغليظه، الشيء غليظه كتحسي بالكارطابل واقفه. واحد جوج ثلاثة أربعة، شتو حتى هي فيها أربعة ديال الجويبات. وبالنسبة للشكيلات اللي متوفرين فيها، كاين قلنا باتمان، كاين هذا، أها كاين، كاين هذا هاد بنتين، شتو فوالا، وكاين كاين هذا سبايدر مان. شتو قلت لكم شوفوا الشكل تقريبا. فوالا هو هذاك ملي كتعمر الشكارة راه كتبان، كيبان الشكل ديالها تماما. هذا موديل اخر اختي منى. هادو شحال دايرين الثمن؟ هادي 170 درهم. 170 درهم تبارك الله عليك. كاين ثاني هاد لو موديل، شوفوا كيجي 3 دي ثاني بزاف، شوفوا كيفاش كيجي ديال سبايدر مان الشكل ديالو. صغير على الاخر. فوالا نحلوها نشوفوها دغيا كي دايره. شوفوا كيفاش كيجي داير، يعني فيها هادي واحد جوج ثلاثة، الأخرى فيها أربعة، هذه فيها ثلاثة، ثلاثة تجويبات صغيرة على الأخرى وصغيرة عليها في الحجم. شوفوا الديزاين ديالها كيفاش كيجي داير. واللي عجبتني بحال دابا كاين الموديل ديال الوليدات ها هو، وكاين بحال دابا هذاك ديال الدعسوقة ديال البنوتات، خطير زوين. شوفوا كيفاش كيجي داير، غنوريها لك عامر أختي من هنا باش تشوفيها. ها انتوما هي شفتوا كي كتجي واعرة حمقاتني. شوفوا كيفاش كتجي دايرة، شوف فيها واحد جوج ثلاثة كيف ما كيبان لكم، وفيها فروزن هاي واعر صراحة. فيها جوج موديلات ديال البنوتات، وفيها موديل ديال الوليدات. والثمن ديالها شحال كتبقى هادي؟ هادي 130 درهم. شحال؟
تبارك الله عليك 130 درهم. شوفوا الاثمنه كيفاش دايره البنات، يعني اثمنه كتبقى جد مناسبه. دابا حنا غير في هادو العاديين باقي غنجيو ديال الروايض وباقي غنجيو ديال 100 درهم، هادو غير 130 ياك قلنا 130 درهم. وكاين مازال ما صغر، ها انتم تقريبا لو ميم موديل غير هو صغير، يعني بحال وريناهم الكبير والمويه والصغير ياك. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير. هذه ديال سبايدر مان، هي ثلاثه ديال الجويبات كيف ما كيبان لكم. كاينه ديال هاد الدعسوقه وكاين واحده اخرى ياك هاد اللون هذا، اه وهذا وشي واحد اخر في هاد اللون، وهذيك ديال فروزن لا حتى هي فوالا ثلاثه. شفتوا ها هي ثلاثه، شوف كيفاش كتجي دايره. هذه الصغيره وهذه اللي شفنا هنا المويان ديالها فوالا. وبالنسبه للثمن ديال الصغيره شحال دايره؟ 120 درهم. يعني المويان دايره 130 والصغيره دايره 120 درهم. وقبل ما نكمل معكم غادي نوريكم الموديل اللي وعدتكم به، اللي قال لي خويا ابراهيم غيدوز فقط غير ب 100 درهم. شفتوا ها هو، عقلوا عليها البنات، ديال هاد اس باك. وقال لي خويا ابراهيم راه فيه اللوينات، فيه بلو مارين وفيه ركحل فوالا. سورتو الوليدات اللي كيجيو ما بين 12 وجوج الكتبه كيكون عندهم قلال وما كيبغوش اللوان، كيبغوا السامبل. صحاب الباك وفهمتي فوالا، اللي كي هما هادو اللي عندهم الكتبه قلال كيكون عندهم كتاب جوج ماشي مشكل. شتا البنات كيفاش كيجي دير، جيب من هنا وجيب من هنا، تخي تخي سامبل. ومن الظهر كتجي على هاد الشكل هذا، وراه فيها اللوينات، يعني كاين فيها لو كغي، فيها الكحل، أه. فيها الكري وفيها البلو مارين، ثلاثه الالوان. والثمن قلنا 100 درهم، 100 درهم فقط. ها هي، ها هي فيها هاد لو ديزاين ديال طومي، حتى هي كتبقى على العموم كتبقى ستيل ديالها بازيك سامبل، ما فيها لا زواق لا والو. هذه حتى هي راه فيها اللوانات، ها انتم فيها الكحل مع البلو مارين، فيها الكحل مع الكري، وفيها هذاك الزرق مع البوردو. ها هما ثلاثه ديال اللوينات. غندير لكم بحال هكا السيدات اللي بغاو يديروا كابتشور ديكرون. والثمن شحال كتبقى هذه؟ 100 درهم. حتى هي 100 درهم فقط، يعني جميع الميزانيات كيف ما قلت لكم. اها هذه ها هي سياره فيها اللوانات، شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره. واخا تحلها خويا ابراهيم هي وحيده باش يشوفوها السيدات. المهم كنحاول انني ما نديرش فيديوهات طوال، ولكن هذا الشيء كيبغي تشوفوا التفاصيل ديالو، سورتو الناس ديال المدن كيبغوا يعرفوا التفاصيل. شوفوا الناس كتجي في جويب بحال هكا، وكيجي فيها الجيب الكبير صراحه زوينه. الثوب ديالها من داك لو ستيل اللي كيتخشى في لا ماشين، يعني هذه تصبناها في لا ماشين ما تخافيش عليها. ومن الظهر ديالها كيجي كتجي على هذا الشكل فوالا. وبالنسبه للوينات فاللوينات فنين، كاين هذا الكاكي هذا، كاين فيها الويفوتون فوالا، كاين فيها الكري ديالها ديال الشكل الاول، كاين فيها هذا لو ستيل هذا ديال نايك. شوفوا كيفاش كيجي ديال فلوفير. كاين فيها الموديل الاول هو فلوغوز بالنسبه للبنين البنوتات، كاين فيها النايك في الكري، وكاين فيها النايك في هاد لا كولور هادي بحال الكري مع مع اللويمين تقريبا. هادو شحال كيبقى الثمن ديالو؟ حتى هي 100 درهم. حتى هي كتبقى الثمن 100 درهم فقط. كاين هاد الشكل حتى هو فوالا. ديروا لي جيم والبارطاج الى عجبوكم لي موديل والاثمنه. كاين هاد الموديل هذا، هذا باش زوين حتى هو نفس القضيه، فيه جيب من هنايا وجيب من هنايا، نفس الموديل غير الديزاين مختلف. شفتوا ها انتوما كاين فيه حتى هو الزرق، كاين فيه لو نوار، كاين فيه البوردو، وكاين فيه لو كري ديالو. ها هو راه كيبان لكم، شوفوا من الداخل شفتوا من الداخل، يعني مخدوم زوين من الداخل. وشوفوا الجويبات كيفاش كيجيو دايرين، ها انتوما تري سامبل. هو كيبقى بلو ميم بري ياك، حتى هو 100 درهم فقط البنات. ودائما في لي بيتي بودجي غيكون معنا حتى هاد لارتيكل هذا، اللي حتى هو غادي يدوز بثمن ديال شحال؟ 100 درهم. نورمالمون شحال كان غيدوز؟ 120. قال لي لا حتى هو غيدوز ب 100 درهم، تبارك الله. شوفوا الناس الديزاين ديالو، حتى هو سامبل. الله يحفظك اخويا ابراهيم. هذا فيه ثلاثه، يعني فيه هاد الجويب هذا، فيه هاد البليصه هذه، وفيه هاد البليصه، يعني فيه ثلاثه كيف ما كيبان لكم. شوفوا الظهر ديالهم كيفاش كيجي داير. هذا نورمالمون كان غادي يدوز ب 120 درهم، كيبقى ثمن مناسب. خويا ابراهيم في هاد لا فيديو بغا حتى هو يتعاون معكم، خلى عليكم غير ب 100 درهم. فيه ثلاثه الالوان، كاين الكري مفتوح، كاين الكري مغلوق، وكاين هاد هاد فوالا بلو مارين. هذا نوار جو بونس، نوار نوار البنات، يعني كاين الكري نوار والبلو مارين اللي كيبغوا اصلا. بزاف ديال الناس كيبغوا هاد اللوينات بازيك. الثمن قلنا 100 درهم فقط في العوض ديال 120. وباقيين مكملين في الجديد. خويا ابراهيم غوريني دابا لي كارطابل ديال البنوتات على حساب ثاني لي بيدجي. غنوريكم بزاف ديال الشكيلات باش ما نخلطوش هكا، غنديروا البنوتات بوحدهم وعاد نمشيو للوليدات. حمقوني لي موديل ديال البنوتات، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير هاد لو موديل. ها انتوما ديال اليونيكورن، شوفوا شحال كيحمق. ها انتوما من هنا هذا راه جويب، هذا فيه سكراتش، هاد الودينات هنا، هذا جيب، هذا جيب، هذا جيب، هاد الجويبات اللي في الجناب، وكتجي معاه لاطخوس ديالها. وراه قال لي خويا ابراهيم ان شاء الله غادي يدير لكم حتى دوك لي لانش بوكس ديال اللي كيديو معاهم، تا هما غادي يجيو ان شاء الله في لو ميم. بالنسبه لهاد لو موديل ديال البنوتات واش فيه غير هاد لا كولور؟ فيه
فيها لا كولور وفيها اللون. شوفوا معايا هذا شكل ثاني فوالا. لا بحالو بحالو لا تقريبا نفس نفس الخدمه نفس الخدمه لا ولكن في الشكل ماشي بحالو ماشي بحالو. هذا كيجي تاو بلا طخوس ديالو غير هذا ديزاين مختلف. انا هذا حمقني صراحه بلودينات بلا كولور تيركواز وبالغوز رائع. وهذا ثاني شوفوا معايا لونيكورن نيت ولكن ديزاين ثاني هادي اكثر. بالنسبه للثمن شحال كيبقاو هادو؟ هذه 160 درهم. راه شوفوا معايا لا كاليتي وكتجي كي قلت لكم بلا طخوس ديالها 160 درهم. ديروا كابتشور ديكرو يعني صوروا الشاشه ورسلوا الموديل خويا ابراهيم باش يجمع لك لا كوموند ديالك في اقرب وقت وسارعوا لان هادشي غيبقى غادي وكيطلع في الثمن. هذه فرصه البنات. شفنا هذا لو موديل اها نشوفوا ثاني موديل ثاني قلنا هادو بجوج 160. شوفوا معايا اللي كتبغي الوينات ثاني تخصهم يتجبدوا صراحه اخويا ابراهيم. كاينه مجبوده غنوريها لكم اه فوالا وريني هذه اللي مجبوده شوف كيفاش كتجي دايره. شوفوا كلاسيك شوفوا بهذا التوغيبون من هنايا الماتلاسي باش مخدومه فيها بلاتي هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة. شوفوا البنات غير هادو ديال السنيسلة ديالك كيفاش كيجيو ديالها. شوفوا الخدمة شوفوا شوفوا البنات كيفاش مخدومة صراحة واعرة واعرة واعرة. وعاد هاد الجويبات هادو اللي كيجيو من الجنب شفتوا فنيونة وراه فيها اللوينات. بعد غنشوفوا اللوينات ديالها يعني فيها هاد لاكولوغ الغوز فيها هادي اللي فيها النواغ والغوز وفيها الكري ولوكري ديالها يعني ثلاثة ديال اللوينات اللي متوفرين. الثمن ديالها شحال تبقى؟ هذه تبقى 250 درهم. 250 درهم حنا غادي نكيك لكم على حساب لي بيجي فوالا أكثر فوالا 200 قلنا و 50 و 50 درهم فوالا. نمشيو ثاني لشكل آخر هذا فيه لوينات واعرين تخيلوا فيه الفيغ أو وفيه البنات النيود وفيه الصومو واعر عرفتي غير التوب. شوفوا 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 البنات لا كاليتي كي دايرة خطير صراحة. شوفوا كيفاش مقسم من الوسط ها نتوما جيب هنا جويب هنايا وهنا هذا غير الجيب الاول عادة فيه الجيب الثاني ديالو ها نتوما حتى هو حتى هو مقسم. شفتوا شوفوا غير هاد البليصه هذا ديال السنيسله كيفاش دايره. في ثاني جيب اخر ها نتوما واحد جوج ثلاثة ها نتوما ربعة وعاده عنده هاد البليصه نشوف فوالا هذا غير ديزاين ها هي هي خمسه ها هي. شتو كيفاش كيجي دير واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه كيف ما كيبان لكم. ولا كاليتي ديالو واعره انا غنبعد باش يبان لكم. ها نتوما شوفوا الديزاين شتو الديزاين ديالو في هاد النحيله هنايا نوريه لهم من اللور اخويا ابراهيم شوفوا من اللور كيفاش كيجي جويب اللور كاع ما شفناش جويب اللور. ها نتوما الماء ولا شي حاجه قريعه الماء تبقى هنايا بعيده على الادوات. وبالنسبه للوينات كيف ما قلت لكم واعر لا ثلاثه فيها جوج بصح وداك الصومو ماشي لون موديل اخر فوالا يعني فيها الفيغ او تقريبا بحالو فوالا الفيغ او ديروا لي كابتور ديكرون وهاد لا كولور هادي غوز نيود. شوف شوفوا شحال كتحمق شفتوا فوالا لا مختلفه داك لي شويه لا في تفاصيل تفاصيل خفيفه هذا والجياب بحال بحال غير هذا فيه بحال الجوه هنايا وهذا فيه بحال هاد السميطات. بالنسبه لهذا لو موديل فيه جوج تلوان ماشي ثلاثه البنات يعني فيه هاد لا كولور وهاد لا كولور والثمن ديالو شحال يبقى؟ هذا 280 درهم. 280 درهم كاليتي طوب نورمالمون الا مشيتي تاخذيه 300 درهم فوالا مشيتي تاخذيه من بلاصه اخرى غتاخذيه 300 350 على حساب منين خديتيه. عند خويا ابراهيم قلنا 280 فوالا 280 درهم. ودائما مع البنوتات شوفوا معايا هاد لو موديل غير الاشاره فيه حتى ديال الوليدات راه هما متوفر هاد لاكول هاد الشكل هذا الوليدات كاملين الورين راه فيهم ديال الوليدات. بالنسبه للوينات اللي فيهم ديال الوليدات في الغالب الكحل والكري البلو مارين ياك البلو مارين فوالا. شوفوا معايا ثاني هاد الموديل كيفاش كيجي داير هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة فيه أربعة عاد هاد الجويبات اللي كيجيو هنايا وبغيتكم تشوفوه من الظهر كيفاش كيجي داير. شوفوا من الظهر البنت شو خدمة طوب ما شاء الله. وشوفوا الديزاين يعني اللي ما كتبغيش داك الزواق وهذوك لي ديسان زانيمي ولي مونيكوس هذا هو الموديل اللي غيعجبكم. فيه ثلاثة الوان كاينه هاد لاكولوغ بحال ان موف نيود كاين فيه صومون ديالو ها هو هذا راه ما فيهش جياب بحال هذا فوالا ولكن تقريبا قلتي لو ميم موديل نفس الموديل فوالا. شفتوا هذا فيه واحد فيه واحد جوج ياك جوج جيوبه ولكن يبقاو بنفس الثمن نفس الثمن. شفتوا كيفاش كيجي داير هاد البلاصه بحال ديال البلاصه ديال البيسي اها وفيه هاد الجويب هذا فوالا
وهذا كاين فيه لو غري الكري الكري تا هو كيفاش داير بحال الاول بحال يعني هاد اللي بغات بحال هذا الموديل الاول فيه هاد لا كولور بحال ان موف نيود وفيه هاد لو غري هذا واللي بغات هاد الشكل هذا شحال فيه من لون هذا فيه غير لون فيه غير لون صوم ولكن كيبقاو بلو ميم بري نفس الثمن شحال كيبقاو هذه 250 درهم 250 درهم هاد الموديل وهاد الموديل هذا 250 درهم وشوفوا هاد لو موديل هذا عجبني فيه ثلاثه لي زارتيكل فنيون ديال البنوتات 3 بياس يعني كاينه الكارطابل شوفوا غير لي موتيف اللي فيها شحال كيحمقوا هانتوما ديال المشيشات واعر البنات غير في الملمس غادي يبان لكم ان شاء الله الناس اللي غيجيو المحل ولا الناس اللي غتوصلهم لا كوموند غتقيسوا الثوب غتعرفوني علاش كنهضر صراحه الثوب ماشي بحال التويبات اللي كنشوفهم دائما في لي كارطابل فيها هاد الجهه وفيها هاد لابارتي هادي يعني جوج ديال الجويبات وكيمشي فيها هاد لو ساك اللي حتى هو فيه جوج جويبات يعني هاد السنيسله وهاد السنيسله وعاده كيمشي مع هاد لابتيت تروس فن صراحة واعر هاد لو موديل أنيق جدا 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 وفيه ثلاثة بحال دابا أنا بالنسبة ليا هذا يقدر يمشي يونيسكس عرفتي التوب واعر التوب واعر الملمس ديالو خطير هذا يقدر يمشي يونيسكس يمشي بنيتات ووليدات تاهو فيه ثلاثة القطع تاهو ثلاثة القطع نوريه ليكم شوفوا من الداخل شوفوا هانتوما هالقطع الآخرين ديالو هانتوما شفتو صراحة واعر توب واعر وهاد السنيسلة يعني فيه هاد الشكل هذا كيمشي ثلاثة القطع وعاد كاين فيه هاد الشكل ديال المشيشات شوفوا معايا في لو فيغ وفي لو غوز ولو موف حتى هو ثلاثة اللوينات هادو جوج كيمشيو بنيتات وهذا يمشي بنيتات ووليدات يعني عندكم لو شوا ما بين ثلاثة ديال لي موتيف وبالنسبة للثمن شحال كيبقاو هذا 180 ثلاثة القطع شحال 180 تخيلوا معايا عاود وري لهم اخويا بغيتك توري لهم الشكل اخويا طيب شوفوا معايا والله ما توقعت هذا الثمن صراحه ندير لكم ثمن زوين ثلاثه ديال لي زارتيكل غيبقى لكم 180 كميه محدوده ويقدر البنات الا مشى بغى يتقداو مثلا الاسبوع الجاي اما ما يلقاهمش اولا حتى الا لقاهم يلقاهم زيودين هذاك الشيء كنقول لكم كميه محدوده اللي عجب هذا لو موديل تسارع وتاخذوا بهذا الثمن الهمزه اللي هو 180 درهم وثلاثه لي زارتيكل اه كاين الاقبال بزاف كيطلعوا تاهم الثمن فوالا شفتوا فسارعوا على البنات ولكن راه موديل انا متاكده غادي يعجبكم شوفوا شوفوا البنات الديزاين ديالو شوفوا هاد لو ديزاين حتى هو وكاين لو ديزاين الثالث 180 درهم وثلاثه ديال لي زارتيكل وهنايا البنات اكتشفوا معايا هاد لو موديل حتى هو كيحمق في جوج تشكيلات كاين هاد الشكل وهاد الشكل تقريبا هو لو ميم ديزاين مختلفين فواحد التفاصيل بسيطه وبجوجهم كيمشيو بلي تروس ديالهم هانتوما هذا كيمشي بلا تروس ديالو وهذا كيمشي بلا تروس ديالو هذا فيه واحد لو ديتاي هنا البصان دو ترونسبارونت يعني داكشي اللي كيكون مدير هنا كيبان شوفوا هنا هاد لو ديزاين ديالو هانتوما من هنا سنيسله هنا سنيسله هنا هنا وهنا يعني في اربعه سنيسلات كيف ما كنقولوا هادو باش كتزيري الا بغيتي تزيريها فوالا واللي عجبني ان هاد لي دو هاد لي دو موديل يونيسكس يعني هادو لبسوهم بنات اولاد فوالا هزوهم بنات اولاد نشوفهم غير من الظهر هاد الموديل نشوفوه من الظهر شوفوا كيفاش كيجي من الظهر شوفوا هذا كيفاش كيجي من الظهر وللاشاره فيهم فيهم جيب من هنا يعني جيب من هنا وحتى هذا فيه جيب من هنايا شفتوا وعاد نشوفوا هاد لو موديل من هنايا هذا كيجي فيه جيب هنا شفتوا وفيه جويب هنايا وفيه جويب هنايا وحتى هو في هاد البلايصه منين كتجمع لو ساكادو خطير وفي عاد بلاصه من هنا هانتوما عاود وريه لهم بجوجهم من القدام فوالا باش كتاخذوا هكا فكره بغيتوا هاد الموديل بغيتوا هاد الموديل وفيهم غير هاد لا كولور جوج تلوان يعني كاين هاد لا كولور الشويبيه وكاين هادي اللي فيها النوار ولو بيج ولو جون موطارد والثمن 180 تاهو 180 درهم وكيجي بلا تروس ديالو وكاليتي توب ودائما في السامبل شوفوا معايا ثاني هذا لو موديل هذا كنا بينا في الفيديو السابق فاش كنا قلنا لكم راه غيكونوا دي كارطابل هادو البنات راه عاودوا رجعوا شوفوا كيفاش كيجي داير هذا من هنايا جيب من هنايا وديك البليصه فاش كتشد بحال 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 القريريصه كيف ما كيبان لكم وجيب هنا وجيب هنا يعني ثلاثه ديال الجويبات شوفوا معايا لو فيغ ديالو حتى هو ثلاثه ديال الجويبات كيف ما كيبان لكم واحد جوج ثلاثه وشوفوا معايا لو غوز ديالو شتو يعني هادو كلهم يمشيو بنيتات ووليدات والولاد ما غيلبسوش فقط غير لو غوز هادو شحال كيبقاو الثمن 180 حتى هما 180 وهادو ديال هادو ديال ميكي ماوس وسنوبي فيهم ميكي ماوس وسنوبي كاين هذيك حتى هي هانتوما سامبل هذيك بحال بحال حتى هما 180 ماشي مشكل 180 درهم فقط البنات دابا البنات غادي ننتقلوا للموديلات لي 100% وليدات ديال الدراري شوفوا معايا غنبداو بالموديل الاول اللي هو هاد لو موديل هانتوما خطرجع شويه لور اخويا ابراهيم ولا غير باش لا كولور تبان لهم مزيان هانتوما خدمه ما نقولش لكم شحال متقونه هذا جيب هذا جيب هذا جيب وعاد الجويبات اللي كيجيو هنايا كاينين جهه فيها الجيب وجهه فيها هاد
بحال كنقول بحال جويب هكا بلا سلسله. وشوفوا معايا الظهر، بغيت نوريكم انا التفاصيل ديال الظهر. يعني واخا كيكون هاز الكتوبه كثيرين، هاد البلاصه كتخلي الظهر كيبقى كونفورتابل، ما كيحش فداك الثقل، شفتوا؟ وما كتحردو حتى حاجه، كاين من هاد الجهه ومن هاد الجهه. شوفوا الديزاين خطير، هذا ديال الوليدات. شحال فيه من لون؟ فيه جوج اللوان، هما شحال؟ والبلو مارين هو فوالا. ها البلو مارين هو اللي هاز خويا ابراهيم، وراه هو النوار ديالو هو اللي الفوق. شحال الثمن هذا؟ هذه 250 درهم. 250 درهم، ولكن راه كاليتي توب، كاليتي توب. فوالا، نبقاو دائما في الوليدات. كاين هذا الموديل هذا، هذا فيه لو نوار والمارون كيف ما كيبان لكم. حتى هو الجويبات تبارك الله، يعني هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، فوالا خمسة، وعاد هاد الجويبات اللي كيكونوا هنا جنب. البنات شوفوا من اللور تاهو كيفاش كيجي، داير داك التفصيل ديال ان الظهر كيبقى كونفورتابل، كيجي بحال كيجي بحال بومبي شويه. شفتوا فوالا. وشحال فيه من لون هذا الموديل؟ هذه فيها اللون هذا، لون واحد اللي هو النواغ مع المارون. والثمن بحال حتى هي 250 درهم، الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب. ديروا لي كابتور ديكرون. عاد كاين واحد الموديل ضحمقني، هذا تقدر يقدر ميم يسافر به. عجبني هذا الموديل صراحه، يعني يستغلوا في ليكول ويقدر يسافر به يدي الحويجات ديالو اللي كنتو مسافرين. شوفوا البنات فيه، ها انتم شوفوا، هذه راه كتحل، راه ماشي ديكور. حلالي مخي ابراهيم، شفتوا هذه سن، هذه راه جويب. هذا ها انتم، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه. شفتوا هي بلاصه الشارج هنايا، هذه ملي كيتشارجا فوالا. وفي هاد الجويبات اللي هنايا فوالا. وعاد من الظهر اليوم اخويا ابراهيم، شوفوا من الظهر كيفاش كيجي داير. لا في غير البلاصه هذه، هانتوما شفتوا كيفاش كيجي داير. كي قلت لكم ليكول والسفر رائع. وشحال من لون فيه؟ هذا فيه لون واحد فقط. شوفوا معايا نواغ بهاد لي ديتاي من هنايا كيحمق. والثمن ديالو؟ هذا هو 250 درهم. 250 درهم هاد لو موديل هذا. شوفوا معايا التفاصيل ديالو انيقه بزاف، وكتبان الجوده عاليه جدا. 250 درهم. ودابا غنجيو للوليدات، كنا وريناكم بحال هاد لي موديل في البنوتات، دابا غنوريكم ديال الوليدات. هانتوما حتى هو جيب واحد جوج ثلاثه اربعه، وهاد البليصه هذه خمسه، وعاد فيه لا تروس ديالو والجويبات اللي كيجيو من الجنب. شفتوا شوفوا الظهر كيفاش كيجي داير. وشوفوا معايا فيه بحال واحد لو بيتي دينوزور صايق طياره. شفتوا زويون صراحه. ها وفي هذا اللون هذا التاور مختلفين عاوتاني فوالا، غير في دي ديتاي خفاف تقريبا. هذه بحال الاخر ديال البنوتات، هذيك الغوز اللي دوزنا فوالا بحالها تقريبا. شفتوا يعني بحال كاين فيها الفيغ مع البلو، وكاين فيها الزرق مع السيال. شفتوا فوالا. والثمن بجوج بحال 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 شحال؟ 100 160 درهم البنات، كيمشيو بلي تخوت ديالهم 160 درهم. اها، ونبقاو دائما في الوليدات. هذا هو الموديل اللي كنا وريناه ديال البنوتات، ياك؟ دابا هذا اللوينات ديال الوليدات، كاين فيها جوج الوان. فيها شادكري كيمشي مع هذاك يونيسكس، يمشي وليدات وبنيتات، بصح. شوفوا معايا، دري وريناكم نورمالمون الغوز ديالو، وريناكم الموف بارد. شوفوا هنا فيه واحد جوج ثلاثة، نفس التفاصيل اللي وريناكم عند البنوتات، غير اللون مختلف. فوالا هو، شفتوا؟ النوار والبلو مارين. نعاودو نذكرو بالثمن. هذه 250 درهم، جوج ديال الوليدات. ودابا هادو هما الموديلات اللي قلت لكم ديال الرويض. ها انتوما هادو صغيورين، ها انتوما فيهم ثلاثة، فيهم واحد جوج ثلاثة، وعدد الجوبات اللي كيجيو هنا بيان سور دائما 3D، وفيهم لي موتيف ديال الوليدات ولي موتيف ديال البنوتات. وريو لهم من اللور اخويا ابراهيم، ها انتوما ديال الرويض كيف ما كيبان لكم. هادو الصغار الثمن ديالهم 220 درهم. كاين فيهم هاد جوج لي موتيف، جوج اللوا، جوج ديال البنات، وجوج ديال الولاد. الولاد عندكم باتمان وسبايدر مان، والبنوتات عندكم فروزن، وعندكم هذا ستيل برانسيس. ها هو شفتو، ها برانسيس، ها باتمان، بارك الله عليك. تا هما قلنا 220 220 درهم. هادو الصغار. دابا غنمشيو للمويا جو بونس. وهنا البنات هذا هو كنقولوا حنايا الحجم المتوسط، المتوسط فوالا. هانتوما ها الصغار هما هادو، وري لهم اخويا ابراهيم باش يشوفوا الفرق. هادي هي الصغيره اللي شفنا، شفتوا هادي المويان ديالها، غير هادي فيها جوج ديال لي موتيف فقط. بالنسبه للوليدات كاين سبايدر مان، هانتوما ها الرويض. وبالنسبه للبنوتات يخدمون على الثوب والكاليسي، كاينه مقلب منها يخدمون. صح، هي دي اللي الفوق، ها هما ما بيناهمش. هادو نوريك هاد الثوب، هذا نوريك هذا باش هادو شحال دايرين. هادو 180 180، وهادو اللي غنشوفو حنا دابا
هذه 320، وهذه 320. شفتوا ها هي 180 حتى هي فيها الرويض. ماشي على المحل راه غنوري الفرق. تبارك الله عليك. ما باش تكونوا باش نكونوا واضحين، هذه باش ها 180 الفرق فهمتي فوالا. وهذه قلنا شحال؟ 300 320 320 درهم. ها انتم فيها هنا فيها هذه البلاصه. شوفوا شوفوا البنات لاكاليتي ديال السنسله كيفاش دايره. ها انتم فيها واحد جوج ثلاثه اربعه ديال الجيب اللي متوفرين فيها. ها انتم شوفوا الديزاين، شوفوا الرويض كيفاش كيجيو. هذيك راه فيها جوج. شفتوا ها انتم نوريكم غير من هنايا باش يبان لكم. ها انتم شوفوا الفرق ما بين هذه غير في الرويض بعدا. شفتوا ها هي 180 على حساب البيجي ديال كل سيده. هذه 300 قلنا و20. ونشوفوا ديال البنيتات حتى هي هاي نفسها. ها هي ديال هذيك الدعسوقه شفتوها حتى هي 320 درهم. 20 درهم. وهنايا غادي نجيو للحجم الكبير. نورمالمون حجم كبير حيت كيكون فيه ثلاثه ديال القطع. كتكون فيه الكارطابل بلاتي فيها واحد جوج ثلاثه اربعه. شفتوا هذه ديال الوليدات بنتين، هذه ديال بنوتات فروزن. شوفوا من اللور كيفاش كيجي داير. ثلاثه ديال الروايض كيف ما كيبان لكم فوالا، وثلاثه القطع. وريهم اخويا ابراهيم. هذه هي الكبيره دابا كيكونوا فيها ثلاثه القطع. كيكون فيها هذا السويك، هذا بحال لانش بوكس كيكون ديال الماكله، الصاك اللي كتدي فيه الماكله ولا البوتي ديالها. فوالا كيجي على هذا الشكل. شي البنات هانتوما كيجي راه كيجي كيجي ايزوتيرم، يعني الا حطيتي شي حاجه سخونه تبقى سخونه، بارده تبقى بارده. فوالا وعاد لا تخوس حتى هو فني. ونشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي داير. فوالا كيجي زوين و 3 دي حتى هو تبارك الله عليك. فوالا بالنسبه دابا لو بري ونفس القضيه بالنسبه للبنتين بلا ما نطولوا. ياك حتى هو فيه الساك ايزوتيرم اللي كتحط فيه الماكله، وفيه لا تخوس حتى هو 3 دي. ها هو بالنسبه لهذه الثمن ديال 400 400 درهم البنات، 8000 ريال، ولكن فيها ثلاثة ديال القطع ولا كاليتي مزيانة. تبارك الله عليك اللي فيها ثلاثة الروايض ماشي جوج. فوالا ها هي 400 درهم. المويا دوزناهم ب 300 ياك و هذيك 320 والصغيورة كاع 220 درهم. وهنا البنات جينا لواحد لو موديل حتى هو فيه ثلاثة ديال القطع، يعني كتجي فيه لا تخوس، كيجي فيه هذا اللانش بوكس هذا. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير في هاد الجهه وفي هاد الجهه، حتى الديزاين ديالو رائع. شوفوا ها انتوا تا هو ايزوتير من الداخل. شفتوا يعني الزواقه ديالو زوينه انيقه بزاف، وفيه ديال البنيتات وديال الوليدات. ولكن اللي عجبني فيه اكثر هز لهم اخويا ابراهيم الكارطابل. شوفوا البنات الكارطابل كيفاش دايره من التحت. شوفوا شوفوا الخدمه كي دايره. ها انتوما يعني كيف ما قلت لكم راه جميع لي بيدجي، راه جميع لي بيدجي. تبارك الله عليك. شوفوا الديزاين روبوست، يعني هنايا ما كتحرد لا كارطابل ما حتى شي حاجه. ها انتوما شوفات كيفاش كتجي دايره فيها حتى هاد البلاصه هادي. انا غنوريكم حيت كاين واحد السكراتش، غنوريه لكم. ها انتوما هاد السكراتش من هنايا نورمالمون كتحلي هنا كتحلي الظهر. ها نوريكم دابا خويا ابراهيم. شفتوا هذا كيلصق هنايا. شفتوا ها انتوما الا بغيتي الا بغى يهزها في ظهره فوالا، بحال كيغطي بها الرويض، بحال كيغطي هاد الرويض هادو. ها انتوما كتلصق هاد السكراتش، ها هي كتلصق شفتوا وكتولي ديال الظهر. ها هي تبارك الله عليك. وعادة ثاني فيها هاد لابارتي، هاد لابارتي هادي ديال فين كاين البواني، فين كاين البواني باش كتجر نورمالمون ملي كديرها الرويض. ها انتوما هادي تقدر تسافر بها صراحة، والله تسافر بها. ها انتوما يعني الوليدات يستغلوها في ليكول وحتى في السفر. تترد اخويا ابراهيم يعني كاينه هاد البلاصه وهاد البلاصه. عاده فين كيديروا نورمالمون الكتوبه كاين واحد جوج، وعاده كاين جوج جويبات اخرين ربعه الاخرى اللي وريتك بلا رويض. فوالا شفتوا فيها اربعه ديال البليصات كيف ما كيبان لكم. ها انتم ها جيب ها جيب وجوج جياب كبارين. هنا الا بغى يدير شي بورتكلي ولا شي حاجه ديال لاتروس، ولكن نورمالمون غاديش ما غايديروش تما. داكشي قلت لك انا بورتكلي الغالب غادي يخشي هو لداخل. شوفوا البنات كيفاش مقسمه من هنا. ها انتم شوفوا ديال بي سي نورمالمون هذا ولا شي ماك صغير. شفتوا صراحة واعر 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 صراحة، مقسمة من داك الشيء. ها انتوما هنا وعاد الجيب الكبير ولا من جهة أخرى فيه السنسلة من جهة أخرى. شفتوا ها انتوما شوفوا تبارك الله شحال كيهز الجيب. ما معمرينو هنايا نورمالمون بالبلاستيك، وعاد فيه هاد البلاصة هادي منين إلا بغيتي تجمعيه، بغيتي تجمعي الكارطابل من هنايا. ما شاء الله عليك.
هادي كاين فيها كاين ديال الوليدات وفيها ديال البنوتات، واخا توريها لهم اخويا ابراهيم هزها ليا حتى هي ما عنديش فيها العدد ما كاينش فيها بزاف. بغات شي حاجه راه نجيب ليها فوالا. تواصلوا معاه غير حاولوا تواصلوا معاه دغيا، ما حد لي بري باقين ستابل حاليا نقدر نجيب لكم بلو ميم بري. فوالا دابا هذه فيها جوج تلوينات ديال الوليدات وديال البنيتات، ثلاثه القطع ثلاثه القطع والثمن كاليتي واعره. شفتوا معايا شحال تبقى هذه؟ هذه كتبقى ب 600 درهم. 600 درهم هي 12 الف ريال البنات، ولكن قلت لكم على حساب الجوده، راه الجوده ديالها راه ما نقولش لكم كيفاش دايره. ها انتم جوده عاليه جدا وعلى حساب لي زوبسيون، حتى لي كارطابل ولا فيهم لي زوبسيون ولا فيهم فوالا. يعني شفنا اليوم من 100 درهم حتى ل 600 درهم تبارك الله عليك. كي قلت لكم الارقام او الرقم ديال استقبال الطلبات غتلقاوه على الشاشه، ونحط لكم حتى الباج انستغرام اللي ممكن انكم تتواصلوا فيها مع خويا ابراهيم. وهنايا غادي نجي لكم لي موديل ديال 3 بيس، ولكن هذه المره بلا رويد كيف ما كيبان لكم. ها انتم نوريكم بحال هكا، ها انتم بلا رويد، ولكن موديل غزال ديال هاد لي ديسان زانيمي. جو بونس انها فولا، جو بونس شوفوا كيفاش كيجي داير فوالا، وكيمشي فيه لا تروس ديالو وكيمشي فيه السويك الصغير. وهو حاليا متوفر في جوج ديال لي ديزاين ديال فولا وديال سبايدرمان، جوج تلوينات بنيتات ووليدات. هذا شحال كيبقى الثمن ديالو؟ 200 درهم. شحال قلت لكم راه جميع لي بيدجي، راه جميع لي بيدجي كاليتي زوينه. ها انتوما كي قلت لكم 3 دي ميم لا تروس، والثمن 200 درهم فقط، ولكن ثلاثه ديال القطع وسريعو ما حد لي بخي باقيين ستابل كنقولها وكنعاودها. وهكذا متابعي القناه غنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. كنا نورمالمون موالفين كنصوروا لكم لي ساك، ولكن درنا لكم هاد لا فيديو خاصه فقط غير بلي كارطابل بالمناسبه ديال الدخول المدرسي. غير ما فيها باس ندير لكم واحد النبذه على واحد لي 3 موديل عجبوني ديال لي ساك سبور، شي حاجه زوينه. المهم غنرجعوا لهم غير قبل، بغيت ندير لكم النعت. ها انتم اخويا ابراهيم هو هذا المحل ديالو، ها انتم ابراهيم شوب. ابراهيم شوب كاين في قيصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه السلطه البيضاء، كيجي في الزنقه اولا في هاد الزنيقه هادي ديال الذهيبيه. راه هو خويا زهير شتو، راه زهير شاعل فيه الضو شتو. ها نتوما كتجيو نيشان هو هذا المحل ديال خويا ابراهيم، هي مكتوبه هنايا ابراهيم شوب فوالا. والرقم ديالكم كيفما قلت لكم غتلقاوه على الشاشه، وكيسدوا فقط غير نهار الجمعه. بالنسبه لي موديل ديال لي ساك اللي غنختموا بهم فنين سبور وعر فنه، واللي عجبني داك الثوب اللي كيخشخش كيف ما تنقولوا فوالا، وكيتخشى في لا ماشين. هادشي باش عجبني كيتصبن تخشي في لا ماشين. شوفوا من الداخل راه كاين واحد، غنشوفوا شي جوج ولا ثلاثه الموديلات. هانتوما كيفاش كتجي دايره السميطه سبور ديال واعره واعره واعره. شوفوا من الداخل فيها الجويب وفيه هاد الجوج. فوالا انت الا بغيتي دوزي لا كوموند ديالك تاخذي كارطابل وساك، علاش لا؟ مرحبا. ها انتوما واللوينات اللي فيها خويا ابراهيم، هانتي فيها هاد اللون هذا فوالا الغوز فوشيا مع لو نوار. واو شوفوا اللوينات اللي متوفرين فيه. ها انتوما كاين هاد لا كولور هادي غوز وفيه نوار عشاق الاسود. واو على الجوج الالوان داك لو بيج لو بيج لو بيج، شوف الخضر وجبد ليا لو بيج، حمقني لو بيج. شوفوا كيداير، شوف رائع صراحة لي ساك سبور. شحال هادي ما جبتينا لي ساك سبور هاد الشكل، ها هو جابو ليكم دابا خويا ابراهيم مع لي كارطاب ديال دخلات المدرسة. واعرين صراحة، كيهنيوك وكيمشيو لك مع كلشي وكيهزو تبارك الله. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 220 درهم. 220 درهم البنات، كاليتي فنة. ديال اش هذا؟ ديال اسباني ولا ديال اش؟ ديال اسباني فوالا، حيت كاليتي واعرة. السمطه ديالو كتشد من هنايا لا بوندوليير، كيولي بحال تبارك الله عليك. هذا بالنسبه للموديل الاول شي حاجه خطيره، وباقي واحد لي دو موديل ثاني راه ما يمكنش ما قدرتش البنات ما نوريهمش لكم، واخا بغينا نديرو حلقه خاصه بلي كارطابل. شوفوا معايا هذا شحال كيحمق، شوفوا شحال كيسطي. انت هزي الوليد يهز الكارطابل ديالو، هزي الكارطابل ديالك الصباح يهز لك كلشي في هاد الجهه وفي هاد الجهه وفي هاد الجويبات اللي تيجيو جنب. حمقني بحال كارطاب، داكشي اش قلت لها تهزي الكارطاب تشوفك عملي وكيهز تبارك الله، وباس بارتو ما كيموتش. باش عجبني الموديل ديالو ما كيموتش فن لا بوندوليير اجوستابل، وحتى هو فيه لوينات. وريهم لوينات اخويا ابراهيم، كاين لو نوار اللي شفنا. ها انتم شفتو فيه لو فيغ وفيه الغوز فيه الغوز
فيه البلون كاسي، فيه البلون كاسي واعر، وفيه الخضر البلو مارين، تلفوا كل الوان البلو مارين ديالو. خطير خطير خطير، ديال الاسباني دائما. والثمن ديالو شحال؟ هذا 180 درهم. 180، الاول 220، هذا 180. وكاينه هاد الهبال هذا، شوفوا معايا باش نقرب لكم، ما يمكنش. شوفوا درو كاع الدريات يديو المدرسه هذا فن، حيت كيهز الكتوبه. ها نتوما شوفوا من هنا، وري لهم اخويا ابراهيم من الوسط. ها نتوما شوفوا تبارك الله شحال كيهز. ها نتوما مقسم من هنا هنايا، وعاد كتكون فيه لا بوندوليير ديالو بيان سور، فوالا جويبته من هنايا. فيه داك لو ستيل كيجي ماتلاسي واعر، كيحمق صراحه. شوفوا الخياطه الاستاذات اللي غيبداو دابا المدرسه اللي تماما. لا لا زوين 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 زوين، فن. انا ملي شفتو حمقني صراحه. وحتى جاب لكم فيه لوينات، ثلاثه اللوينات. كاين فيه لو بيج مع النوار، كاين فيه النوار مع النوار، يعني كيجي طون سور طون، وكيجي فيه هذا لو روز، هذا ان روز بيبي مع النوار. رائع صراحه. والثمن ديالو حتى واش كيبقى؟ هذا حتى هو 220 درهم. 220، يعني جوج 220، واحد داير 180 درهم. تبارك الله عليك. وبيان سور لي ساك ديال 100 درهم راه باقيين متوفرين. ها نتوما 100 درهم 100 درهم 100 درهم، هذا 100 درهم صاك كبير. كندوزو في محل 120 130 درهم. ها نتوما البنات 100 درهم مناسبه الدخول المدرسي. هادو ديال برادا تا هما 100. شوفوا معايا ديال برادا، شوفوا شوفوا شحال زوين. اجي نحطو حداها خويا ابراهيم باش يشوفوا الفرق. ها نتوما هذا الصغير وهذا اللي كبير. 100 100 100 تبارك الله. كل الوينات اللي كاينين في هذا كاينين في هذا. 100 درهم فقط. هادو تا هما هاد لي بتي ساك هادو كيحمقوا تا هما 100 درهم. هادو 100 درهم، هادو 100، كلشي كلشي شي كتشوفوا معايا تقريبا هنا 100 درهم. هادو شحال؟ الموديلات كنا دوزناهم وتباعوا عاودناهم عاوتاني، بحال مثلا هذا قديم. هذا شحال؟ 100 هو؟ حتى هو 100 درهم. هذا حتى هو 100 اللي هز خويا ابراهيم. فوالا غير باش ما نطولوش. هذا هذا اللي خديت بحالو عندك ديك المره، جبتي اللوينات ديالو خديته في لو غري. هذا هذا شوفوا شحال زوين. هذا جا فيه دابا الدوغي، جا فيه البرونز، باقي شنو من لون تقريبا الشكل بحال هذا، كيشبه لي شويه هذا. فين هو؟ ايه هذا 100 درهم حتى هو واعر. واخا تجبد لي شي واحد اخويا ابراهيم غنطول عليكم، ولكن ما عندي ما ندير دغيا البنات. غنوريكم دغيا اللوينات اللي فيه. البنات جبت لكم غير هذا لو روج هذا باش تشوفوا معايا. شوفوا كتجي فيه سلسله هنا سلسله هنا، وتا هو كيتسد بنفس الطريقه تقريبا لو ميم سيستيم ديال هذاك. غير هذا البلي هذا كيجي هاد البلاصه مغطيه كامله. هذا كيف ما كيبان لكم كتجي هاد لابوند، ها انتم كتجي غير من الوسط. 100 درهم البنات، وفيه اللوينات شوفوا معايا. كاين فيها البنات هاد الاورانج صفيفار، لو موف، لو بيج، وهاد لو روج اللي وراكم خويا ابراهيم. الثمن دائما كيبقى 100 درهم. وقبل نهايه لا فيديو كنبغي نشكر خويا ابراهيم. الله يحفظك سمونة. شكرا لك بزاف بزاف. انا كدائما كتمتعنا بالجديد ضروري، وكتحس بالناس كتجيب لهم اثمنه مناسبه ضروري وجوده زوينه صراحه، وكاع لي بيدجي. فكنشكرك بزاف بزاف مره اخرى، الله يحفظك ليا. الرقم ديال خويا ابراهيم غيبان لكم دابا على الشاشه، هو لاباج انستغرام كيف ما قلت لكم. هو متواجد في قصريه الزموري في شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه الدار البيضاء، كيسد فقط غير نهار الجمعه. وبيان سور راه كيدير الارسال سواء كنتي في كازا او لا في اي مدينه في المغرب. يكفي فقط غير تصوري ليه لو موديل اللي بغيتي والمدينه، رقم الهاتف ولا كوموند ديالك غتوصلك حتى لعندك. كنتمنى مره اخرى ان هاد لا فيديو هذه تكون عجباتكم، خصوصا وان فيديو خاصه بالدخول المدرسي. ما تنساوناش فقط من الجيم والبارطاج، والناس اللي اول مره كيكتشفوا القناه فما تردوش انكم تابوناو باش دائما يبقى وصلكم جديد المحلات بمدينه الدار البيضاء. واغلبيه المحلات اللي كنشتغل معاهم كيديروا الارسال في جميع مدن المغرب. فشكرا لكم على حسن المتابعه، غادي نقول لكم سلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.